السلام عليكم اعزائي عزيزاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. احباء ديالي والحبيبات ديالي، اليوم اللي جيت لكم بواحد الكراتان ديال السمك السلمون والميرلون بالبطاطس والبسباس بواحد لاصوص رائعه البرتقال. الا بغيتوا تعرفوا كي درت الطريقه والمقادير دخلوا الفيديو وتابعوني معايا الوصفه. والان اعزائي عزيزاتي غادي نمروا المقادير ديال الوصفه تاعنا تاع اليوم. عندي جوج شرائح ديال السمك، وحده ديال السلمون وحده ديال الميرلون. عندي جوج بطاطات مسلوقين نص طيبه مقطعين دوائر، جوج بسباسات كذلك ومثال نص طيبه مسلوقين، شبات عندي مدقدق، بصله مشلضه، كاس ونص ديال عسل البرتقال، نص كاس ديال عسل الحامض، معلقه ديال مايزينا كبيره، معلقه ديال الزبده، عندي ازير، عندي قشره برتقاله وحده، قشره حامضه، سكنجبير اخضر معلقه كبيره محكوك، قزبور يابس معلقه صغيره، وسكنجبير اخضر والثوم. التوابل عندي نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الشاونيه، نص معلقه ديال الكمون، ملح وملح مع فيه ازير، وبعض التوابل ديال السمك اللي غادي نطحنو دابا حاليا على الشرائح ديالي. عندي زيت زيتون، وعندي معلقه المايونيز، عندي معلقه المايونيز هذا منزلي البنات، ماشي ديال السوق. الا بغيتو الطريقه ديالو هذا معمول بالثوم، الا بغيتو الطريقه ديالو قولوها لي في لي كومونتير كيف قلت لكم سابقا، وانا غادي نديرها لكم في القناه على الراس والعين. اذا نبداو الان في التتبيله ديال السمك ديالنا. غادي نتبل السمكات ديالي، هذا ملح وفيه ازير، ندخل فيه مزيان، غادي نزيد له هذا ازير منزلي البنات عندي انا في الحبق ديالي في الفاز ديالي في الاصيص. مزيان ديروا نباتات عطريه في المنزل كتكون عندكم واجده كتبغيو تطيبوا بها، لان ماشي دائما كنلقاوها متواجده في الاسواق. ومن بعد ملي يديرها يشريه واجد ولا يغرس غير جديع وها هو داير ازير في الدار. انا غندير له التوابل، حامض نخليه يرقد مزيان في حدا، صافي البنات غنزيد له الشبت. الشبت البنات هو ورق البسباس، يمكن لك تشري اخضر، ندير فيه هاد النص عصير ديال الحامضة. دائما خصنا نتبلو نتعلمو نتبلو الماكلة ديالنا بواحد النكهات اللي هي ما متعودينش ناكلوها، مثلا السمك ديالنا ما متولفينش نديرو له هاد التتبيلة، ما فيها بس مره مره نديرو تتبيلات اللي هي تكون اجنبيه. واحد المعلقه ديال الزيت البلديه صافي. غادي نخليه يترقد مزيان في هاد في هاد في هاد هاد العصارات ديال ياخذ العصارات ديال هاد المحتويات، وانا غادي نمر ندير لاصوص اللي غادي ترافق ليا الطبق ديالي. الان خلينا الحوت ديالنا يترقد في لاصوص ديالو، ودابا غنديروا الصوص اللي ترافق لنا الخضر والطبق كامل في الفران. اول شيء غادي ندير الزبده، نبقى
كنوينا زيت الزيتون سأضيف البصل نضيف البصل والثوم. انا عزيزتي راه البصله ديالنا والثومه وشويه سكينجبير مع الزبده والزيت البلديه كيتعرقوا مزيان. هنايا غادي نزيد لهم قشره ديال الحامض وقشره ديال البرتقال اللي بقات ليا. نخليها تقلى مزيان البنات وعاد نضيف لها المحتويات الاخرى. نسيت ما قلت لكمش كاينه القشده الطريه كذلك. الان صحبيباتي من بعد ما تقرقت لي مزيان البصله ديالي حطيتها جانبا. الان غادي درت هنا شويه زيت البلديه اللي غادي نشحر فيها السمك ديالي. غير شويه البنات ماشي بزاف لان هاد التتبيله غادي نديرها في لاصوص ديال اللي بيترافق ليا الطبق ديالي. ما نقولكمش اعزائي الكرام الريحه كي طالعه غزاله 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 من هذا السمك هذا. اذا غادي نقلبو ما بغيتوش يطيب، انا بغيتو غير تشوح شويه صافي. هادو بجوج كيجيو رائعين غاديتهم هاد الهبرات ديال السمك كيجيو معايا الكراتان كيحمق. بغيتو غير شد شويه راسو صافي غادي نحيدو. مبغيتوش يطيب لان عاد غيطيب باش يطلق العصاره ديالو مع على الخضر. صافي غير نوي هكذا البنات شتو هكذا فقط. اذا غادي نهزو غادي نحطو جانبا كذلك المثال ديالنا ديالنا. وهاد لاصوص البنات غادي نجيبها هنا غادي نرد البصل هنا ديالي. غادي نخليها تعرق لي مزيان عزيزاتي. ما حد لاصوص ديالنا كطيب غادي نزيد لها البرتقال. غادي نزيد لها معلقه ديال لا مايونيز تاع الثوم بما ضاف الثوم. معلقه كبيره البنات هذه مايونيز كتجي رائعه. بعد غادي نقدمها مع في القناه ندير بها واحد الوصفه ديال الطاكوس السوري. انا نخلي هاد لاصوص ديالي دير المايونيز هذا تعقد لي هاد مزيان هاد لاصوص ديالي. فوالا اذا لاصوص ديالي البنات بدات كتعقد غادي ندير فيها القشره الطريه شويه غنديرو هنا شويه غنديرو فوق الكراتة. لاصوص صدقوني البنات كتجي رائعه رائعه رائعه. ما تكثروش الملح لان السلمون هو شويه سمك ملح شويه. اذا هذه هي لاصوص اللي غادي ترافق لي الطبق ديالي. غادي نزيد لها البسباس او الشبت او ورق البسباس او الشبت.
خضوره مع ديك مع ديك لا كولور ديال البرتقال رائعه جدا. خليها تغلي شويه صافي نكمل على البسباس ديالي. كنستف البسباس كيتواتى مع السلمون بزاف البنات، مع السمك اي نوع من السمك كيجي معاه البسباس رائع جدا. جربوها وردوا عليا الخبر. اذا سالينا المسائل ديالنا. اذا وجدت لنا البنات لاصوص ديالنا، ما نقول لكمش البنات المذاق كي داير، ما غاديش نقول لكم البنه والبه اللي فيها، ما نقول لكمش رائعه بزاف 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 بزاف. ما عندهاش شي واحد شي حاجه اللي تقارن بها. اذا الان عزيزاتي غادي ندير شويه الكشده هكا، بعد غادي نحط شويه ديال لاصوص هنا نوزعها باش حتى الخضر ديالي يتنكهو بالمذاق، اصلا غادي يهبط فيه كامل. صافي غادي ندخلها الفران البنات هكذا غير شويه يزيد وصافي، راه كلشي طايب. تطبخ شويه تدخل فيها داك، وغادي نزينوها بالشعبات من الفوق. صافي البنات، وها هو لو بلا ديالنا واجد الى الفرن. وها هو الكراتان ديالنا اعزائي عزيزاتي، وجدنا طاب تحمر جا كراميليزيت عسل غسال. اذا الان غادي نقسم معكم واحد نوريكم كيجا ما شاء الله. نزو شويه البطاطا البسباس حبيباتي. ها هو السلمون ديالنا طاب، الصحة وهنا. نتمنى يعجبكم بزاف. اما المذاق فشكلا ولا المذاق راه ما شاء الله. نذوق بسم الله. اذا حبيباتي بألف صحه وهنا، نتمنى تجربوا الوصفه اللي درت اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. والى هنا نقول لكم حبيباتي مع السلامه، وما تنساوش لي لايك، وكلشي غتلقاوه في صندوق الوصف المقادير ورابط الفيديو باش تقسموه وتبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء والاحباب. ومره اخرى يلا مع السلامه.